اتوقع من اول صديقة معاك في المجال لين الباقي. وطبعا اليوم راح اسوي لهم مفاجأة انا وجروبي كلهم مضروب مرة عشان صارت 100. طيب فجأة مبسوطة مرة مرة. طبعا انا اول وحدة يعني اجي من الجروب وشوفهم ولا انت مناسب البيت وتقوم تجي ولا لا. مرة متحمسة الحين نسوي لهم مفاجأة. طبعا انا مره متحمسه راح اسوي لكم اشياء كثير وخليكم معانا بالحفله وشوفوا ايش راح نسوي. راح نجيب له هدايا ونجيب له كل شيء تحبه لاني والله لي من الصدق يعني مره احبه. اليوم اتوقع هي احلى يوم عندها شيلير ومفاجآت وكل شيء من الحياة لين ما تنسى. يعني من أمس ربيت مرات متى راح نسوي حفلة كذا؟ طيب شو تكلم بين اللي طيب كل مرة تقول لا حد يقول لا حد يقول لا حد يقول ليه ما جاء اليوم؟ طب اليوم الثلاثاء صح؟ اليوم الثلاثاء ف أنا مرة متحمسة متوترة ما أدري ليه. حتى جني ما جاء صور الله يا رب فجأة تفاعل ولا تحس اني موجودة ابدا. بتروح حدث غرفة في المجلس او في الصالة يعني خليكم معانا بالفيديو ونهاية الفيديو راح نسوي فعاليات كثير ونسبح معانا تنين. والحين حنا ثالثة صح؟ ثاني ناس جينا لازم أخبر بنا لازم هذه وضعي لازم ثالث ناس أو شيء أنا ثاني ماما مروة ثم ثاني كذابة أنا علمت كلها هي إنها هي أمنا ثانية يكذبها هدية لين بصوات صح؟ هاي أكثر شيء عجبني بالحفلة اللي هو صرفي عجبتني هنا صغيرة طبعا ماما لما شافت سنابك يا مروة قول المسبح غميق إيه والله أنا ما ينشغل أنا يعني سبحت بالغميق مع بنت بغيت أموت بس ما راح إذا ما قبلت التصوير ما حد أيوة دارين أمس 100 مرة سويت شعري ولا يضبط طبعا الحين جايين إحنا نسينها ما تدري وش طايف هنا سوي مفاجأة وقالت وشو هي قالت وشو ليش نسينا كذا قلنا إحنا حفلة لارا ما تدري انها حفلتها وتقول انها اولى ان حفلتي انا في رمضان وقلت انا بيجيبون لي كيكة فيها خروف يحطون وجهك كنا وهي تقول احبكم. طبعا حفلة لارا قربت قربت اليوم لحظة ما اروح كل شيء ثاني الحين قاعدين ننتظر لارا محبوسين هنا اي الله عشان لارا تشوفنا عشان تحس بعائلتها بس مو بس تاحل يعني تكلمنا توأم لارا قالت احنا انا ابغى اتاخر عشان لارا ما تحس بشيء كذا
كانت الحفلة؟ محبوسين نقعد هنا محبوسين إلى متى؟ هذه أول هذه أول قالت يا حظ يا حظ هذا لارا وأنتي وأنتي نادين قلت لأن هذه فضحته وقالت حفلتنا حفلتنا نادين ولا تجي بكرة هذه عرفت فبس حفلت لارا أحب لارا عشان هدايا وخربتها مدري إيش أمانة ولا مرة سويت حفلة أول مرة لو بسوي حفلة الميتة بتصير أول مرة بعد رمضان إيه شكلها بالعيد بعيد رمضان وهي قالت جيبولي كيك على شكل إيش خروف واكتب عليها مبروك لا لا خروف حطوا فيها صورتي وبعدين تكتبون تحتها حطوا سكر يكتبون هذا شو اسمه يكتبون ألف مبروك على 100,000 الأنزلين لا دا أنزل لا دخل يعني احنا من اليوم قاعدين نسولف نسولف ف حتى كلمنا ام لارا قالت لارا وهندي وما ادري وش بالينها لا عاد شيء لسه ما نزلناه بس اصبر اصبر هيا شيء هيا Oh.
والله قاعد تصيح مروة. يا حرام. حبهم فاجر شروق لدعمك بحب يجوم. تعشقك كل العيون باللحن هذا نبوم عن حبنا الليل نصوم لاني فخر حتى السرور I'm gonna make you mine.